الغيبة والنميمة صفات سيئة، والكل يعرف انها صفات سيئة، لكن ما في احد منا ما طاح في فخ هذه الذنوب. تشوف نفسك قاعد مع اصحابك او عائلتك وتبدأ الجلسة باستغفارات وتوبات من الذنوب اللي ناوي تسويها، وبعدين تبدأ تحش في شخص ما تخلي ولا تبقي فيه. في الختام تقول لكنه رجال طيب عشان تسوي معادلة بين الحسنات والسيئات. يلا قررت انك تتوب وما بتتكلم على احد ابدا. لازم تعرف تعريف الغيبة عشان تقدر تتجنبها، ولا ما بتقدر تجيب طاري احد ابدا. نقدر نتفق ان الغيبة هي انك تتكلم على احد بشكل سيء في غيابه. ما اتصور ان في احد بيزعل لو تكلمنا عن محاسنه وهو مو موجود، مع ان منه بيقعد طول الوقت بيتكلم عن محاسن شخص وتكون الجلسة بس مدح وذكر اخلاق حسنة. ما تحس الموضوع غريب؟ اما لو اوصف لك مشهد عن ناس قاعدين طول الليل يحشوا في فلان ويذكروا اخطائه والمواقف السيئة اللي صارت له وكيف تعاملوا وياهم بشكل ما عجبهم، بتقول لي ايه طبيعي ما استغرب. ليش انزين الغيبة صارت اسهل من المدح؟ اول سبب هو ان لما نغتاب احد نقدر نعبر عن مشاعرنا مع ناس نقدر نوثق فيهم عن شخص اذانا بتصرفاته او مجرد ان ما عجبتنا تصرفاته. التعبير عن مشاعرنا السلبية باتجاه هذا الشخص الغائب يساعدنا على التخلص من الشحنات السلبية اللي داخلنا. وطبعا الليلة اللي بعدها هذه الشحنات السلبية ترجع مرة ثانية، ولازم نحش فيه مرة ثانية علشان نتخلص منها. وانا اتكلم عن الموضوع هذا بقول كلام فاضي واجد علشان اخليك تفهم تفكير هذه النوعية من الناس اللي تحب الغيبة، فركز وياي واعرف الفرق بين الكلام الصحيح والكلام الفاضي. الشخص اللي يحب الغيبة ما يعرف ان طريقة التخلص من الشحنات السلبية هي استبدال الافكار السلبية بالافكار الايجابية. ممكن انه يعرف ان هذه هي الطريقة الصحيحة، لكن ما عنده استعدادية بانه يتخلص من اسلوب حياة مارسه لمدة طويلة وبنى علاقات على اساسه. المشكلة ان مجموعات الاصدقاء اللي انبنت صداقتهم على الغيبة والنميمة ما تقدر تأمن شرهم. لو نقول ان مجموعتهم تتكون من 5 اشخاص، يروح الاول بيتهم الاربع الباقي يحشوا فيه، يروح الثاني يجيب عشاء يقولوا عنه هالبخيل ليش جمع القطة منا وما عزمنا، يرجع الاول من بيتهم لانه نسى جواله في الديوانية وينضم في الحشة على اللي راح يجيب العشاء. ما في احد يقدر يأمن منهم. حط في اعتبارك ان اللي يغتاب وياك على غيرك لما تروح عنه بيغتاب فيك مع غيرك. ثاني سبب في حبنا للغيبة هي شعور الارتقاء على الآخرين. لما تطيح في واحد وتتكلم عليه وما تخلي سيئة عنه إلا وذكرتها والباقي اللي وياك يأيدوك الراي، بتحسوا إنكم أرقى وأفضل منه. تعرف الناس اللي ما يرتاح إلا لما يشوفك فاشل؟ المغتاب والنمام يمشوا على نفس الموال. مشكلته إنه ما يقدر يوجد إلى نفسه قيمة جاية من إنجازاته أو شخصية راقية بحد ذاتها. قيمته تجي من مقارنته بالآخرين. ما بقول إن المفروض ما ننظر للآخرين كدافع إلى التحسين من قدراتنا ومهاراتنا، لا نصير من الناس اللي بس نطالع في نفسنا ونحقر الكل. التنافس مع الآخرين حافز جيد للوصول إلى أهدافك، بس في ناس منافستهم مع الآخرين ما تكون بشكل بناء. زي مثلا أقول صديقي جايب 90% في الاختبار، أنا بذاكر علشان أجيب 95%، لا، هذا يتمنى أن صديقي يجيب 70% عشان لما هو يجيب 80% ما يحس أنه فاشل. بشكل آخر، هذا النوع من الناس يبغى يسهل اللعبة على نفسه عشان يحس بالنجاح. قد يوحي لك المغتاب انه ما يهتم لرأي الناس، تشوفه يتكلم عن الكل كأن ما وراه حساب ولا عقاب، لكن في الحقيقة هو اكثر واحد يهتم الى رأي الناس. اول حاجة، المغتاب من طبيعته لما يبغى يتكلم عن احد يحرص على عدم وجود الشخص المعني. دا أكيد المغتاب بيتكلم عليك في غيابك، هذه الحقيقة موجودة في اسمه مغتاب، معناته أن أول واحد يهتم إلى رأيه هو الشخص اللي قاعد يغتاب فيه. ما يبغاك تعرف رأيه الحقيقي عنك، لأن ممكن أنك تغير رأيك عنه، وممكن أن تكون الغيبة وسيلة الجبان في التعبير عن رأيه في موضوع معين مع تجنب العواقب في الإفصاح عن رأيه للشخص المعني. العاقل بيقول أن لو أنا متأذي من تصرف شخص معين، بدل ما أروح أغتابه عند فلان وعلان، أروح أكلمه وجها لوجه وأقول له أن تصرفك ما عجبني وأتمنى أنك تغيره. عجبه ولا ما عجبه هو حر، على الأقل أنت سويت اللي عليك. أما لو تروح تغتابه وتخلي الناس الباقي ينظروا له بنفس الطريقة السيئة اللي أنت تنظر بها، ما استفدت حاجة، بالعكس أنت أحدثت ضرر قد يكون أكثر من التصرف اللي تصرفه الشخص المعني. في جانب ثاني إلى الغيبة يدخل فيه مبدأ في علم النفس، وهو أن ذاك
ذاكرتك ساعات أسوأ من ذاكرة التيس. لما يصير حدث قدامك تركيزك على المعلومات المهمة يختلف عن شخص ثاني وياك. خلينا نعطي سيناريو، نقول انك قاعد في ستاربكس ويا صديقك، قاعدين تشربوا قهوة وتاكلوا دونات وتحشوا في الخلق والعالم. بعدين صار حادث بين سيارتين قدامكم، سيارة لامبرجيني حمراء وسيارة ابو صديقك اللي وياك. كان واضح ان ابو صديقك هو الغلطان في الحادث. لما انت تروي السالفة الى اصدقائك اللي ما شافوا الحادث بتقول ان راعي اللامبرجيني كان واقف وابو فلان مال عليه وصقع فيه. بعدين صديقك جد ديوانية وقام يروي قصة الحادث، قام يقول ان راعين اللامبرجيني ديلا شايفين حالهم ولا يهتموا الى احد، يفكروا الشارع ليهم، هو الغلطان لكن المرور حط الغلط على ابويه، كيف يوقف في مكان ممنوع الوقوف فيه؟ طبعا هذه جايبينها من كيف ان المكان ممنوع الوقوف فيه. وتقوم تنقسم الديوانية الى قسمين، قسم مؤيد وقسم معارض. ولما يطلعوا ديلا الناس من الديوانية ويقولوا السالفة الى اللي ما كانوا موجودين في الديوانية، اللامبرجيني الحمراء تنقلب كرسيدة بيضاء. اللي ابغى اقوله ان نقل المعلومات من شخص الى اخر يقود الى تحور هذه المعلومات من شكل الى اخر. كل واحد منا عنده فلتر في مخه يخليه يحكم على اهم كمية المعلومات اللي تدخله، المهم بتتذكره ولا مو مهم بتنساه. وبعدين لما يجي وقت سرد القصة لشخص آخر تبدي تعبي الفراغات والله يستر وشو يطلع. أتمنى أنك فهمت هذه النظرية لأنها مهمة في فهم مدى مصداقية الشخص المغتاب لما يروي لك موضوع. غير عن هذا العيب المصنعي في ذاكرة الإنسان، لا تنسى أن المغتاب يحرص على اختيار النقاط الجيدة اللي في صالحه ويترك النقاط السيئة اللي بتطلع بصورة سيئة. يعني مثلا لو دخل على واحد والشر يشع في عيونه وقعد يصارخ وشابق والشخص هذا رد عليه بنفس اسلوبه، لما يجي يروي السالفة بيقول انه جاه بالمعروف وكلمه بهدوء وما شاف ذاك اللي هاج فيه ومعصب ويصارخ، وانت كمستمع للسالفة بتستغرب كيف ذاك تصيبه ردة فعل مبالغ فيها بدون داعي. وطبعا تقوم تصف ويا الحمل الوديع المسكين اللي قاعد يروي لك اللي صار. نصيحتي لك انك تنتبه من المغتاب، لا تصدق كل شي يقوله لك لأن أكيد قاعد يغير القصة لصيغة تخدم مصلحته. في القانون نظام المحكمة يعتمد على إحضار الطرفين واستخدام الأدلة للوصول إلى الحقيقة. من العدل أنك تعطي فرصة إلى الطرفين في رواية جانبهم من القصة قبل ما تتوصل إلى النتيجة. قلتها قبل وأقولها مرة ثانية، طريق الوصول إلى الحقيقة طريق شاق. وشو الأسهل؟ تسمع واحد نمام مغتاب يذكر لك سيئات غيره وتصدقه، أو أنك تسمع من الطرفين وتحاول تحل المشكلة اللي بينهم؟ طبعا الخيار الأول هو الأسهل. هل هو الخيار الصحيح؟ طبعا لا، أنا أحب أتبع نظام إن لو في أحد متضايق منه من حاجة أروح أقول له. الكثير من الأوقات هذا الشخص غافل عن الموضوع اللي أتكلم عنه ومو قصد الإهانة ولا الأذية، ساعات هذا يكون كافي. معرفتك إن نية الشخص اللي متضايق منه مو شينا يهدئك ويصفي نيتك وياه، مع إن المفروض نصفي نيتنا ويا غيرنا قبل ما نتضايق منهم. احمل أخاك على 70 محمل، لا نصير من الناس اللي يرددوا هذه الكلمات وما نطبقها. لو في أحد تعرفه يحب اغتياب الناس، أسهل حل تقدر تتبعه هو إنك ما تشاركه في غيبته. اعطوني رأيكم عن الموضوع في الكومنتات ونشوفكم في الفيديو الجاي.